صباح الخير دانيز، واهلا وسهلا فيك. صباح النور. بدي اعيدك اول شيء بعيد الحب وعيد كل المشاهدين الاجانب اللي عم تابعونا. بتعرفي مساقه بنهار جمعه، بقى الناس عم بحبوا بعض هالويك اند، مكفيين يعني مبلشين جمعه مكفيين سبت واحد، احلى طلع شيء. لهم 3 ايام يكونوا عم بيعيدوا بالحب. وهون بالبدايه بدي اسالك عن أهمية هذا الموضوع. بتعرف في ناس تستخف، وهو أكيد نحن مش ناطرين عيد الحب لحتى نعبر للأشخاص اللي منحبهم أنه منحبهم، بس أنه كمان حلو أنه كل الناس مبسوطة عم تهدي بعضها بعجقة يمكن الضغوطات اللي منكون عم نعيشها، تكون عم تفكر شوي بالشريك، بكيف بهيدا النهار على القليل بدها تكون عم تعمل شيء مميز لهيدا الشخص المميز بحياته، يعني بدون ما نحمل كتير الشغلة أكتر من ما بتحمل. بنفس الوقت الحب هو شغلة كتير أساسية بحياتنا بعيدا عن هيدا الذات. يعني كتير مزبوط. قبل كل شيء إذا بدي أحكي بشكل عام، الحب هو أساس الحياة، هو كل شيء، ما فينا نعيش من دون حب. ما في إنسان بيقدر يعيش أو يكفي حياته إذا ما كان عم يختبر الحب بشي طريقة من الطرق أو بشكل من الأشكال. أكيد هون عم بحكي عن الحب بأشكاله العديدة، إن كان حب الأهل، حب الشغل، حب الوطن، حب الأولاد، بس أكيد عنا حب بحياتنا، لأنه ما فينا نستمر بحياتنا إذا ما كنا عم نختبر هيدا الحب. مشان هيك الحب هو شيء كتير أساسي. أنا بقول لهم هو مثل المي والهواء إذا بديك، يعني ما فينا نعيش حياتنا، بدي يكون عم بعيشه بشكل من الأشكال. مشان هيك أنا بعيد الحب بعيد كل الأشخاص، هو هيدا العيد منه بس للأشخاص اللي هن بعلاقة بكابل أو بثنائي، يعني مزبوط، وإنما هو لكل الأشخاص. هلا أهميته هيك ببساطة، اليوم إذا بتطلعي بالأشخاص اللي عايشين حالة غرام أو حالة حب، دغري بتعرفيهم، بتلاقي فيه مثل بريء بعينيهم، مبسوطين، مرتاحين، بحبوا كل العالم، ما عندهم مشكل مع حدا، ما عندهم عدائية وستريس بحياتهم. بتخفي الكونستيباسيون، عن جد ببطلوا كونستيبي. ليك هذا التعبير كثير بحبه لأنه كثير صار في ناس كونستيبي حوالينا. ما بيعودوا مزعوجين، ما بيعودوا ستريسي، ما بيعملوا ردات فعل. وقد ما كانت المشاكل اللي عم بيقطعوا فيها كبيرة، بتلاقيها بتقطع معهم. ما عندهم مشكل، في نوع من سلام. ليه؟ لأنه في حالة أقوى من جوا عم بيعيشوها، هيدي الحالة بتخليهم مرتاحين مع حالهم. فللحب طبعا أهمية كتير كبيرة. وهون بدي أقول أنه بالحب يمكن الإنسان بيقدر يحصل على كل شيء، حتى الأشياء مرات يعني منفكرها مستحيلة، لأنه بالحب تقدر تأثري بالآخر ويخليه يعطيك شو ما بدك. بصير عنا سوبر باورز. صحيح، بس إذا حس الإنسان أنه أنت فعلاً بتحبيه بيعطيك شو ما بدك. يمكن بيغير حياة، بيترك حياته، بيغير قراراته، بيضحي بحاله، لأنه هالقد الحب قوي، هالقد الإنسان بيقدر يغير له بحياته، لأنه الإنسان هالقد بحاجة للحب بحياته. أصلاً اليوم أغلب المشاكل النفسية يلي بيواجهها الإنسان سببها نقص بالحب والعاطفة، وكل العلاجات قد ما كانت متطورة ما بتنجح بالأخير إذا ما حس الإنسان بالحب والتقدير والتقبل لشخصه. هيك أنا بقول لهم نحن بحياتنا يعني الناس منجرب أنه نسعى للسعادة بحياتنا، منفكر أنه أنا إذا عملت هيدا الشغلة رح كون مبسوط، أو إذا حققت هيدا الشيء رح كون مبسوط، من مال لسلطة لشهرة، بس شو ما عملتي بتحسي في شيء ناقص، يعني بتنبسطي بترجع بتحسي بدك أكثر السعادة. صحيح. مشان هيك برأيي يمكن السعادة الشيء الوحيد بخليك تكوني مكتفية هو الشعور بالحب، فيمكن السعادة الحقيقية هي قد ايه عندي القدرة بإني أحب وأنحب. دانيزا حكيت عن نقطة كثير مهمة، عن البريء بالعيون، عن السلام اللي بكون عايشه الواحد اللي بكون مغروم، بدي أقول بشكل خاص. وبدي أسألك هون، قلت بالبداية إنه فيكون عم بيختبر الحب بشتى أوجهه، يعني الأم اللي بتحب ولادها، بس الأم اللي بتحب ولادها إذا منها مغرومة بالشريك ما بيكون في بريء بعيونها. ليش؟ مع إنه يمكن حب الولاد هو أكبر حب أنا برأيي القليلة. صحيح، الحب فينا نعيشه بأنواعه العديدة، بس العلاقة
مع الشريك الآخر، هلأ إذا بدنا نحكي عن الكوبل، هي فيها تأثر لي على كل حياتي. يعني إذا أنا مع شريكي ما كنت مرتاح، إذا أنا مع شريكي ما كنت مبسوط، حتى حبي لأولادي بده يتأثر، لأنه أنا ماني مرتاح مع حالي. وهلأ رح نحكي وقتا نحكي بالكوبل كيف أنا أعرف حب مظبوط، لأنه أول شيء الحب ببلش بحب الإنسان لذاته. إذا أنا مع ذاتي ماني مرتاح، إذا أنا وصلت لمطرح عم بكره حالي، حتى حبي لأولادي عم بيتأثر، طريقة حبي ما بتعود هي ذاتها. مشان هيك كتير مهم نفرق بين حب وبين مشاعر تانية عم نعيشها. يعني في كتير فرق. هيدا اللي بيصير، انه مرات المشكلة انه بس نحب او بس نفكر حالنا عايشين حالة حب، منصير عم ننسب كتير مشاعر تانية لهيدي الحالة، وهي ما بيكون هيدا المظبوط. كيف منعرف انه نحن عن جد عم نحب؟ هلأ كيف منعرف انه نحن عم نحب؟ اول شيء الحب ما بيعذب، هيدا اللي بدي اقوله. مشان هيك كتير مهم، يعني انا بكون بحالة فرح وقت اكون عم بحب، انا بكون مرتاح مع ذاتي وقت اكون عم بحب. مثل ما كنا عم نقول، قد ما كانت المشاكل كبيرة وقد ما كانت المشاكل هيك عم توقف بطريقة او حستها ما بتخلص، وقت اكون انا بحالة حب بتلاقي كل شيء بيصير هين، بتلاقي كل شيء بيصير حلو، بتلاقي بتقطع. مشان هيك كنت عم بقول انه مهم نميز بين الحب ومشاعر تانية عم نعيشها، لانه مرات منصير عم ننسب مشاعر تانية ما لها علاقة بالحب بس عم ننسبها للحب. يعني حاعطيك اكزامبل، مثلا الحب منه اشتياق. في فرق بين الحب والاشتياق. الحب منه تعلق، الحب منه غيرة. كتير مهم نقدر نميز. مرات باسم الحب بصير اذا بدك عم بقمع الاخر، عم بتحكم بحياته، عم سيطر عليه. نسمع كوبليت مثلا بتكون المرأة عم بتقول انه انا شريكي بيمنعني اقوم بقصص معينة، بيتدخل بخصوصيتي، حتى يمكن بده ياني البس بطريقة معينة، بس معلي ما هو بحبني، هو بغار علي، وما كان لو ما بحبني ما كان بغار. هول المشاعر هول بتوصل لمحل كتير سلبي، وبتوصل لمحل انه الانسان بيصير عم يتعذب. وهول المشاعر كتير مختلفين عن الحب، لانه الحب ما بيعذب. بالحب انا دايما بكون مبسوط. يعني إذا بدك الحب الحقيقي، إذا بدنا نقول شو هو الحب، هو هيدا الطاقة الإيجابية يلي عم بتشدني للآخر. بس هيدا الحب بده وقت لحتى ينضج، هيدا ما بيصير فجأة. هيدا المشاعر يلي بنختبرها بأول سنوات من العلاقة، هيدا منا حب، وإنما قد ما كانت قوية فيها تكون إعجاب أو إنجذاب جنسي كتير قوي، بس منا حب، لأنه الحب بده وقت تينضج. والحب بيتطلب نضوج عاطفة وفكرة وجهوزية من قبل الطرفين. مشان هيك هو صعب مثل ما كنا عم نقول بالبداية. والحب كتير صار عندي أسئلة غير أنه صار عندي تعليق، لأنه أنا بلاقي أنه التعلق والتملك والغيرة هنا شقفة من الحب، وبعرف مرات أنه غلط فكر بهالطريقة، بس بالآخر هيدا أنه هيك أنا بحس. بس هيدا موضوع تاني يمكن نحكي فيه بحلقة تانية. بس دنيز، النضج اللي حكيتي عنه بخلينا نستنتج انه يمكن نحنا كل التجارب الغرامية اللي قطعنا فيها مثلا بعمر المراهقة منا حب، وهالشي مرات لما نكبر نوصل له نحنا منا لحالنا نقول اف انه هلأ انا حبيت. كيف كنت مفكرة حالي حبيت وقتها كنت عمري 18 او 19 او 20؟ يعني هل عن جد ليكون في حب مزبوط لازم يكون في نضج؟ يعني لازم يكون في تجارب؟ يعني لازم يكون في سن معين صار وصل له الشخص؟ وللاشخاص اللي ارتبطوا دجا عن عمر كتير صغير فيهم يعمروا هيدا الحب بعدين؟ كتير حلو سؤالك، لانه هيدا لب الموضوع، هيدا اساس الحلقة اللي عم نقوله اليوم. صحيح، تيصير في حب مزبوط بده يكون في نضج، مثل ما كنا عم نقول بده يكون في جهوزية نفسية ومعنوية، يعني في نضج من قبل الطرفين. وإلا ما منكون عم نعيش حب، منكون عم نعيش حالة عم ننسبها للحب مثل ما قلتي. بس هل يا ترى نحن فينا نوصل للحب؟ أكيد. يعني يمكن نحن مثل ما قلت ببلش هيدا الشعور بيكون كتير قوي بالأول. طيب شو الباز الصحية خلينا نقول؟ الباز الصحية إنه نعرف نشتغل على أول شيء نبني علاقة صحية بيناتنا، يكون في علاقة مش علاقة عم بتوصل لدمار الاثنين، مش علاقة فيها حدا عم بيسيطر على حدا، مش علاقة فيها مشاعر سلبية. لأنه الحب الحقيقي الباز هي إنه الحب الحقيقي ببلش بحب الإنسان لذاته. عكس شو منفكر نحن اليوم، منفكر إنه بس نحب بركي بدي أعطي كل شيء للتاني، بدي أنسى حالي،
هاي بنسمعها كثير عند الكوبليت انه انا بدي الغي حالك لانه انا بحبه بدي اعطيه كل شيء انا ناسي حالي. هيدا اول خطا. لا، الحب ببلش باني انا اعرف حب حالي واقدر حالي كقيمة إنسانية. يعني شو يعني حب حالي؟ دايما منقولها قدر حالي كقيمة إنسانية إلى مطرحها، إلى وجودها، أنا عندي شخصيتي، أنا ما بقبل حدا يعملني بطريقة مش منيحة، ما بقبل انحط بمواقف مش منيحة، كون مبسوط مع حالي، مرتاح مع حالي، وبالتالي بعرف انبسط مع الآخر. هلأ هو كمان الشريك قدام هم أنه يخليك تحب حالك وتحترم حالك. إيه هلأ رح أحكي عنها. يعني شو بقوله ميوتشول كتير مزبوط ريسيبروك. ايه ريسيبروك بالعربي شو دخلكم؟ متبادل. متبادل كتير مزبوط. وهلا رح احكي عنها بس نحكي عن العلاقه، بس بدها تبلش القصه بانه انا اعرف حب حالي، والا بصير الاخر عم بيعبي لي النقص يلي عندي اياه، ما بقعد عم بحبه، انا بصير عم بحب حالي فيه، يعني بصير بحاجه لإله لانه عم بيعبي لي النقص، عم باخذ شيء منه اساسي. وهون بنوقع بمشكله التعلق يلي كنت عم تحكي عنها، ويلي هي ما بتشبه الحب. الفرق بين الحب والتعلق كتير كبير. يعني بس أول ما تسمعي أشخاص عم بيقولوا أنا بموت من دون الآخر، أنا ما فيي أتركه أو ما فيني أتخيل أنه هو يتركني، هون عرف أنه نحن ما عدنا عم نحكي عن حب، هون صرنا عم نحكي عن تعلق. والفرق بين التعلق والحب كتير كبير. بالتعلق نسبة العذاب والوجع والألم أكبر بكتير من نسبة الفرح والاستمتاع، لأنه الشخص المتعلق بصير الآخر هو محور حياته، بحس حاله مبسوط إذا شريكه مبسوط، إذا شريكه زعلان هو زعلان. الشخص المتعلق بصير عايش حالة قلق كل الوقت وشك، وبده يعمل اختبارات لشريكه، بدي أتأكد إذا بحبني، ما رح دق له لشوف إذا هو بدق لي، إذا أنا ما خبرته هاي الخبرية هو رح يخبرني. طب ما فيكم في تعلق إيجابي؟ يعني يكون في ثقة، يكون في احترام للذات وحب للذات، ولكن بنفس الوقت في هيدا التعلق أو الإحساس بالضياع بدون ما يكون في شك بالموضوع. هلأ بالإجمال بالتعلق دايما في شك، في حالة قلق عم بعيشها مع الآخر، لأنه بحس أنه لأنه الشخص المتعلق هو شخص فائد الأمان والفرح مع نفسه، فبس يكون بعلاقة ويلاقي شخص آخر بيعلق كل أماله عليه بصير بده ياخد منه كل شيء، فبصير الشخص الآخر عم بيختنق لأنه عم تاخده منه طاقة، فبصير شوي شوي عم ببعد، وكل ما بعد كل ما الشخص المتعلق حس بالخوف بعدم الأمان بصير بده يقرب زيادة، بصير هيداك عم ببعد وهيدا عم بقرب زيادة، فبيفوتوا بدائرة مغلقة والعلاقة فيها توصل لمحل كتير سلبي، فيها توصل لأنه تصير علاقة مرضية، أو فيها توصل لمحلات يتدمروا اثنيناتهم، يعني بتنتهي بشكل كتير سلبي. أوكي، لنرجع هلأ لنقطة كتير مهمة بحلقتنا اليوم، خاصة دنيز بعتقد أنت أكتر شخص تعرف الإحصاءات والأرقام عن جد مخيفة، الأشخاص اللي عم بيطلقوا اللي عم بينفصلوا أرقام بالفعل يمكن ما بتتصدق، أشخاص بحبوا بعض حبوا بعض، بزمانا اليوم كتير قليل صاروا الأشخاص يمكن بمجتمعات يعني معروفة عم بيكونوا عم بيتجوزوا مرغمين، منلاقي نسبة كتير عالية لأشخاص عن جد هن اختاروا الشريك عم بينفصلوا عم بيتركوا، وأهم شيء إنه they are falling out of love، يعني بيكونوا مغرومين عم بيبطلوا مغرومين وعم بيفقدوا هيدا الشعور بالحب. صحيح. قديه وليه وكيف واحد ببطل يحب؟ كتير مزبوط، ومع الأسف المشاكل عم تكتر، وأنا عم بقول لهم منوصل لأنه هيدا الشيء اللي كان مصدر متعة ومصدر فرح بحياتي وكان كل شيء بحياتي بصير نقمة بحياتي، بصير شيء عم بيعذبني يوميا، بصير قصاص بحياتي، وخصوصا الكوبليت يلي بيوصلوا لمحل ببطل في حب وبصيروا كأنه عايشين مع بعضهم لأنه مجبورين يكونوا مع بعضهم مش قادرين يطلقوا، بيوصل لأنه الإنسان يتدمر وممكن يفوت بكآبة. أكيد هيدا الشيء كتير محزن، ومن هون أهمية أنه نعرف نحب مثل ما كنت عم بقول. يمكن هيدا الشغلة نحن ما بنعطيها كتير أهمية ونعتبر أنه خلص أنا بحبه للشخص وبقدر كفي حياتي معه ورح أكون مبسوط، بس هي أساس الحياة. يعني أنا فعلا إذا بدي أكون مبسوط بحياتي بدي أعرف من الأول مين نقي، كيف نقي، على أي أساس ابني علاقتي، وقدي أعرف اشتغل على العلاقة لحتى لي ما أوصل لمحل تتدمر العلاقة وتصير هالمكان المؤلم بحياتي يلي عم بيعذبني. فإيه اللي عم تقوليه 100% صح، كثرة الخلافات وكثرة المشاكل لأنه ما عم نعرف من البداية، يمكن ما في ثقافة
وما في نضوج وما عم نعرف فعلا نفوت بعلاقة ونشتغل لهيدي العلاقة. لكن اليوم ببساطة إذا أنا دايما بعطي هذا الإكزامبل إنه إذا بدك تنشحي شغلك قد إيه بتقعد بشغلك تتنجحي بشغلك؟ على القليل 8 ساعات يوميا. طب قد إيه عم نعطي العلاقة بيناتنا وقت؟ نحن بالعلاقة صحيح نحن كيف بدها تنجح؟ نحن بالعلاقة أنا بقول لهم نحن ثلاثة، يعني في أنا وفي الآخر وفي العلاقة. هيدي العلاقة هي مثل الولد يلي بيناتنا بده رعاية حب واهتمام ووقت، وإلا ما بعيش. بدنا نحكي عن كتير نقاط دونيز. كتير من الأشخاص اللي بيلوموا يمكن الأولاد لأنه بيعتقدوا أنه هني ما كانوا مختلفين، مثلاً قبل ما يكون عندهم أولاد صاروا مختلفين بعد ما صار عندهم أولاد. كتير من الأشياء اللي حكيت عنها نقدر نوسعها كمان، ولكن بعد الموجز الأخباري أكيد ننتقل لعن زميلتنا باميلا جابور وموجز أخبار الساعة 10. من بعد أكيد منتابع لقائنا مع المعالجة النفسية الثنائي دونيز أبي راشد. مشاهدينا منتابع لقائنا أكيد بعد ما نتشكر باميلا جابور زميلتنا باسم الأخبار على موجز أخبار الساعة 10، ومنرجع لضيفتنا دونيز أبي راشد المعالجة النفسية الثنائي. الحب وقديش عن جد بشع، يعني بحس كيف وقتها باللغة العربية في طباق انه كيف بتقولي حب ومشاكل بنفس الجملة ما بتركب براسي، بينما عن جد عم نشوف اليوم المشاكل بالثنائي هي اللي عم تطغي. يعني هي سنة لما نشوف كابل منشوف خناق، ما بقى منشوف حب، يعني عكس ما هو لازم يكون. مظبوط، الخلافات عم تكتر ومثل ما كنا عم نقول والمشاكل عم بتزيد. بس لأنه أنا هون برجع بشدد لأنه مهم نقدر نميز بين الحب وبين مشاعر تانية نحن عم نعيشها. في كتير فرق بين الحب وبين غير مشاعر. الحب عكس شو منفكر، الحب ما بوجع، الحب ما بيعذب، الحب دايما هو شيء حلو بحياتي. مثل ما قلنا بالأول هو بيعطيني هيدي الطاقة الإيجابية بحياتي، هو اللي بيخلي الإنسان يكون مبسوط بعيد عن التعلق، عن الغيرة، عن التملك، وعن أي مشاعر كريهة. صحيح، إذا عرفنا كيف نحب مظبوط، يعني هو منا شغلة هينة أكيد، بس هيدي شغلة فينا نشتغل عليها بالكوبل، هيدي شغلة فينا نوصلها بالكوبل. أكيد بتتطلب نضوج من قبل الطرفين، بس منا شغلة مستحيلة. مش هيك أنا بقول لهم في يعني بيجوا الكوبلات وقت يكون عندهم مشاكل أو بدنا نطلق، أو إذا مش قادرين نطلق بدنا نعيش مع بعضنا وعم نتدمر وخلص مش طايقين بعضنا بس مجبورين كرمال الأولاد. أنا بقول لهم لا، في حل ثالث يلي هو نشتغل على العلاقة ونقدر نكون مبسوطين مع الآخر ونقدر نكون مرتاحين مع الآخر، وتكون هيدي العلاقة هيدا المطرح الإيجابي بحياتي يلي هو عم بيخليني اتطور وإنما، يلي هو عم بيحررني من أمور معينة، يلي هو عم بيوصلني لنضوج معين. بس إذا عرفنا فعلا نشتغل على هيدي العلاقة. دونيز عم تقولي وقلت قبل البريك مع الأخبار كمان نشتغل، الناس بياخدوا الآخر for granted، يعني بيستلشقوا فيه أو بحسوا أنه هنا حاصلين عليه وخلص مش ضروري نشتغل لا على أنه نكون عم نشتغل لنضل عم نحب، أو عم نشتغل على العلاقة، أو عم نشتغل على المشاكل لنحلها. دايما مرات كتير طريقتنا بالتعبير بتكون غلط، منحط بقلبنا ما منعبر، ما we do not communicate. المشكلة بيصير في تراكمات، في أشخاص بالعكس لا بينفعلوا بشكل كتير كبير بيجرحوا الآخر. لما شخص يبطل مغروم بالتاني صعب يرجع ينغرم فيه، لأنه بيكون خسر. نسمعها كتير، صرت أعرفه منيح، صرت يعني فاتحه، أو أنه كيف بدي أرجع أنغرم فيه وهو بيكون شايفه إذا بدك شلحه يعني كل شيء. ليكي هي منا هينة ترجع تحب من جديد الشخص، بس الحب هو قبل كل شيء قرار. يعني إيه ممكن نرجع نستعيد الحب بعلاقتنا، وممكن نرجع نشتغل على العلاقة مثل ما عم بقول تصير هالمحل الحلو بحياتي، بس أكيد منه شيء هين. في فكرة أساسية بدي أقولها ويلي هي كتير مهمة بالحب، الحب دايما بيروح لاكتشاف الآخر من جديد. يعني ما بدنا ننسى أنه العلاقة عم تتطور وتنمى بديناميكية دايمة، والإنسان كمان والشخص الآخر كمان عم بيتغير. المشكلة أنه بس
يصير في خلافات بيناتنا او بس نوقع بمشاكل بصير في احكام على بعضنا مثل ما قلت انت هلا، وهي بنسمعها كثير عند الكوبليت. ما هو دائما هيك، ما انا بعرفه صار لي 10 سنين وحافظته، او ما هي دائما هيك، لو بدها تغير كانت تغيرت، ما بتتغير. هيدا الشيء ما بقعد يسمح لي شوف الاخر بمنظار مختلف، ما بقعد يسمح لي اتعرف على جزء تاني من هيدا الاخر يلي هو اصلا عم بيتغير. لذلك الحب المضبوط بيروح دايما لاكتشف الاخر من جديد، لانه بآمن انه في شيء بالاخر انا بعد ما بعرفه، قد ما صار لي مع الاخر في شيء تاني انا بعد ما بعرفه، في جزء منه يمكن في جزء حلو منه بدي اعرف طلعه من هيدا الشخص. باحترام كبير بيصير هيدا اللقاء، والحب بيسعى لهيدا اللقاء. اذا حطينا براسنا انه انا بدي اتعرف على شريكي من جديد، بدي انسى كل شيء، وبدي اليوم اقبل شوفه بغير منظار، على غير اسس، بنكون عم نشتغل على العلاقه، فينا نعطي شانس لهيدا الشيء طبعا، بس بده يكون في قرار من قبل الطرفين، منا شغله هينه اكيد. اي متى بتستسلمي؟ بتقولي هولي ما فيهم يكونوا سوا؟ بس لما يكون في عنف؟ لا مش هلا العنف، طبعا العنف عنده عده اوجه، يعني العنف بيقدر يكون مرات عنف معنوي لفظي، مش ضروري بس عنف جسدي. هلا نستسلم، انا بصراحه ما بستسلم مع الكوبليت، يعني انا دائما بقول لهم فينا نبلش من جديد، بس مرات في اشياء اساسيه بالعلاقه بتكون اذا بدك مفقوده ماتت. يعني هي بطل الانسان قادر ياخذ قرار انه بده يكفي يعيش مع هذا الشخص. يعني انا بقول لهم بس نكون وصلنا لمطرح بطل فيها الرغبة بإني أخذ هيدا القرار، يعني خلص أنا ما رح أوصل أقول أنا بدي، بطلت عم بختار هيدا الشخص، بيكون يمكن العلاقة بلشت تموت بيناتهم. إذا ما بتستسلمي يعني أنت بترفض النظرية اللي بتقول إنه في expiry date للحب؟ أكيد أكيد لا. الحب ما هو بدنا نرجع نميز بين المشاعر اللي بنعيشها باول العلاقه، هي اكيد بتخلص. هيدي المشاعر القويه باسيون، يعني صحيح يلي هي العشق يلي هي الشغف، هيدي بتتغير، هيدي بنحسها بالاول بس هي اكيد ما بتضل، بس توصل لمحل اذا عرفنا نشتغلها بتصير أحلى. حب ايه بتصير حب يلي عم نحكي عنه، او بتوصل لمحل يمكن بتفوتنا بالحيط. هون كل الفرق. هلا ليك شو فينا نعمل يعني تما نكون عم ننظر في قصص عمليا نحن فينا نشتغلها بالعلاقه تحت نقدر، وخصوصا بمناسبات مثل فالنتين او بمناسبات باعياد معينه فينا نستفيد من هيدي المناسبات ونقدر نشتغل على العلاقه ونقدر نقول انه انا بدي بلش من جديد. اول شغله هي الانفتاح على الاخر وانه عيش الحب مع الاخر، ولكن مثل ما كنا عم نقول مش للاخر يشفي لي جروحاتي، لا أعرف وأنما للذة والمشاركة، يعني أعرف عيش الحب مع الآخر وانبسط مع الآخر. اليوم في شغلة كتير مهمة مثل ما كنا عم نقول مش الأهم بالكوبل أنه خلي التاني يكون مبسوط، لا الأهم بالكوبل أنه أعرف مبسوط. خلي حالي يكون مبسوطة وقدم هيدا الفرح هدية للتاني، وهي الأصعب، أعرف خلي حالي يكون مبسوطة. بس إذا أنا عرفت كون مبسوطة مع حالي رح أقدر أفرح ونتشارك أنا والآخر، وهيدا كل السر هون، ما بدي افكر بالاخر، خليني افكر بحالي بالاول. بس قديش صعب يكونوا اثنين على نفس الموجه، يعني انا لو قد ما كنت واعيه للامور اللي انت عم بتقوليها واخذ هيدا القرار انه اكون دائما عم بحافظ على صحه هيدا العلاقه، قديش في دلني مضاينه اذا انا لحالي عم صارع، اذا الاخر منه عم بيكون كمان عم بيعمل نفس الاشياء، اذا ما كان مريته. هلا ليكي مرات انت بتاثري على الاخر، يعني مرات نحن بنقول الحب مثل او الكوبل كانهم عم بيرقصوا رقصه، اذا غيرت البايات الثاني بده يلحقك. مرات ممكن اذا الانسان بادر بحاله وبلش هو يشتغل على حاله الثاني يلحقه. هي كلها بتبلش بقرار بده ياخده شخص من اثنين وفعلا يعرف كيف يشتغل على حاله وفعلا يعرف شو يزرع بهيدي العلاقه، والثاني بيقدر يلحقه مرات كثير. هلا انا ما عم بقول انه دائما بتزبط، طبعا في محدوديه لهيدا الشيء، مرات في اشخاص بيوصلوا ببطلوا قادرين مثل ما قلنا بيفوتوا بنوع من كآبه لانه بتصير العلاقه كثير صعبه بالنسبه لهم، ايه وبصيروا اكيد بيوصلوا لمحل ما بيقدروا يكفوا، بس فينا ناخذ قرار، والاهم ناخذ قرار انطلاقا من ذاتنا نحن مش انطلاقا من الاخر. وبعدين في نقطة مهمة كمان، بدي أعرف حافظ على الغموض بالعلاقة،
هلا مش الغموض بمعنى انه ما خبر شريكه او خبي على شريكه، لا، بس كمان كثير مهم الشخص يكون عنده افكاره، معتقداته، عالمه الخاص، شخصيته، هواياته. مش كل شيء بيصير معي بروح خبره للشريك. مش اذا انا فكرت بطريقه معينه بدي اروح اقول له لشريكي، وهو شو ما بيصير معه لازم يخبرني، وشو ما بدنا نعمل بدنا نعمل سوا، وين ما بدنا نروح بدنا نروح سوا. هيدي بتوصل بتخنق العلاقه طبعا، وهيدي بنشوفها كثير، يعني انه باسم الحب انه انا بخبره كل شيء. لا، في قصص بكون عم بحمله اياها، لازم اعرف حافظ على نوع من الغموض، يضل عندي عالم الخاص. كل ما الشريك حس انه هو بده يتعرف علي، كل ما هالشيء زاد من الحب، وكل ما هالشيء بعدنا عن الروتين يلي هو بيقتل العلاقه. اوكي، بلشنا بالنصائح. انا حسيت هيدي النقطه الاخيره يلي بدنا نناقشها اليوم كمان ونعطيها حيز من الوقت اكيد لكل المشاهدين والمشاهدات يلي عم تابعونا. ويمكن اليوم مثل ما قلت بالاول، مش لانه هيدي الدات مميزه، هو كل يوم اكيد فينا، بس كمان مش غلط بهيدا النهار نكون عن جد عم نخصص وقتنا ونكون عم نشتغل. يعني عنا حجة إنه هيدا ويك أند عشق وحب طويل. حابين يكونوا أكيد عم بيسمعوكي وعم بيشتغلوا على علاقتهم، شو بتنصحيهم؟ هلأ مثل ما قلت، نحنا ما بدنا ننطر فالنتان لحتى نعيش الحب. طبعا الحب هو والسعادة هي إشياء يومية أنا بعيشها بعلاقتي، وأنا كل يوم فيني أعبر للشريك عن كيف بحبه وقديش بحبه. بس بدنا نعرف انه السعاده والحب ما بيصير، ما ننطر امور كبيره تجيب لنا السعاده او الحب. يعني مرات بنصير نحن ناطرين انه انا تكون مبسوط بدي يصير معي كذا، او تقدر حب شريكي بدي انطر العيد. ما بدنا ننطر امور كبيره تتخلينا نكون مبسوطين. السعاده بنقدر نعيشها بلحظات يوميه، بروتين يومي مع شريكي، يمكن بفنجان نسكافيه على بكره، او هالقعده 10 دقائق قبل ما نروح على شغلنا، يمكن بكزدورة صغيرة على محل هيك بيعنينا اتنيناتنا، يمكن مساج صغير بنهار غير متوقع بس تقله لشريكي انه انا عم فكر فيه. هول الامور الصغيرة يلي اذا موجودة لازم اعرف قدرها، واذا مش موجودة فيني اخلقها. يعني فيني اخلق طقوس معينة بالعلاقة، او هيك تقاليد معينة بتخلينا نعرف نعبر لبعضنا عن الحب. بهول الامور الصغيرة بيتجدد الحب، وبهول الامور الصغيرة منعيش السعادة. اليوم أكيد كتير مهمة عن جد نركز عليها، ما بدنا بجستشيس. يعني مظبوط، لأن مرات بننطر أمور كبيرة إنه نحن منا مبسوطين، بس نحن حقيقة إذا منطلع بيومياتنا قادرين نكون مبسوطين. اليوم أجمل هدية بتقدميها للشريك الآخر شو هي؟ هي إنه يحس إنه أنت فعلا بتعرفي شو بحب. كتير مهم إنه أنا أهدي الآخر شيء هو فعلا بحبه، يحس إنه أنا فهمته، إنه أنا أشعته. مش انه انا عم بعمل فرض علي، او انا عم بعمل واجباتي انه سكتك بهديه خلص انا عملت واجباتي. هيدي بالمناسبه هيك في مثل اكزامبل صار معي عياديا، كان كوبل عم يتابع، كانت المراه دائما تقول انا كثير بحب الورد، وكانت ناطره فالنتان وقالت انه انا شريكي ولو على فالنتان ورده ما جابلي. شو بقول الشريك؟ انه انا سفرتها، عملنا 3 سفرات السنه وبعدها بتشارعني على الورده بفالنتان. فشوف الفرق، شوف الفرق هون. وما جاب له وردة؟ بالنسبة له إنه هو عمل واجباته وسفرها، وهي ما بدها سفرة، بدها وردة. هون كتير مهم إنه نحنا نعرف الآخر شو بحب والآخر شو ناطر. هلا هي أكيد بتحب السفرة والورد. لا، بس هي الهدية برمزيتها 100%، مش بقيمتها المادية. يعني الآخر ناطر يشوف قدي أنا بحبه. إذا كنا ناطرين الهدية تنعبر، لازم نعبر عن الحب، مش انه نعمل ايميل. يعني القصص الماديه قصص ماديه يمكن تنبسط فيها، ايه، بس هي ناطره الورده على فالنتان. فكتير مهم نشوف الاخر شو بده. واخر شغله بدي اقولها، انه اليوم الكوبل بدهم يعرفوا انه هن منهم بس ام واب. يعني بدهم يعرفوا انه هن لازم يكون عندهم خصوصيه، ولازم يكون عندهم وقت خاص لهم ككوبل، وما نغرق بيومياتنا كبي وام. بدنا نتذكر انه نحن قبل كل شيء زوج وزوجة، رجل ومراه، وفي علاقه بتربطنا. لذلك لازم يكون في وقت لهيدي العلاقه، ونقدر نقضي وقت مع بعضنا من دون الاولاد، وما نحس بذنب. لانه مرات كثير بنسمع الكوبلات عم بيقولوا بس انا ما فيني اتركهم،
ما لي قلب اترك الاولاد، ما بقدر اظهر انا وشريكي لانه بحس بالذنب تجاه اولادي. لا بالعكس، الاولاد كثير منيحه لهم يعرفوا انه بيهم وامهم منهم بس دورهم بس يكونوا اهل، وانما هن زوج وزوجه عندهم وقتهم الخاص، نشاطاتهم الخاصه، اهتماماتهم الخاصه. هيدا الشيء بيساعدهم يقدروا يشرجوا ويرتاحوا بحياتهم ويقدروا يكونوا بعدين ام واب افضل. أنا بدي أتشكر حضوري كتير معنا دونيز أبي راشد المعالجة النفسية الثنائي. دايما عن جد لو قد ما بنحكي معك بنحس بعد في كتير أمور يعني ممكن نكون عن جد عم نفيد فيها كل المشاهدين، على أمل لقاءات أخرى كمان نحكي فيها مواضيع مهمة. فاصل ومنتابع.